السلام عليكم. انا كنطالب من الملك محمد السادس نصره الله ومن وزارة الصحة فاس مكناس باش يسمعوا الفيديو ديالي وشي حد يساعدني. انا بنت سيدة نادية بوسعادة الساكنة في 14 درب العسة وادون فخارين فاس. انا الام ديالي عرفت بانها مريضة بالمرض الخبيث شهر جوج ديال 2020، بقات كطلع وتهبط للطبيب. عرفت بان عندها كوره في الثدي ديالها، طلعت للطبيب ديال لاله سلمى بدون جدوى، طلعت عطاوها بانه عندها سرطان ولكن ما عارفينش فين. في الاول قالوا لها بانه في المزوله، من بعد عرفوا بانه بلاصه واحده اخرى من غير المزوله، مشات للجهه الاخرى ديال المركب. مي مشات للجهه المركب بقاو كيقولوا غنشاوروا نشخصوا الحاله ديالك، نشاوروا نشخصوا الحاله ديالك. والام ديالي ما كزيد الحاله ديالها غير الدهور، ما عرفناش انه هاد السرطان هذا فين تنقلها، ما عرفناش من المرحله، ما عرفناش شنو العلاج ديالها. حتى عطاوها بعض المرات الشيميو وكاتبين لها في الورقه بانه 3 سنين الشيميو. واش هاد الام هادي تطيح في الفراش عاد الناس عاد لا كاين شي مساعده ولا كاين شي حاجه؟ حنا عينا نقلبوا على شي طبيب اللي يوقف في الحاله ديالها ما لقيناش، عينا نقلبوا على شي مسؤول يوقف في الحاله ديالها ما لقيناش، عينا نقلبوا في اللي عاوننا ما لقيناش. حنا كنطالبوا المسؤولين وكنطالبوا وزاره الصحه تشوف هاد الحاله. الام ديالي قالوا لنا بان عندها السرطان من القواط، خصها دير عمليه على القواط. دارت العمليه على القواط دايره العمليه هنا، واخا دارت داك العمليه ما عيطولها باش ما عيطولهاش تكمل الحصص ديال الشيميو. الشيميو دارتو 4 المرات، دارت الشيميو الاحمر 4 المرات، وهما كيعطيوها البيوبسي، عطاوها البيوبسي البزوله وعطاوها البيوبسي الكبده وديال الحلق، وما عرفناش فين دابا تطورت الحاله ديالها وما عرفناش شنو كاين. الوراق كل ساعه كيقولوا لنا ديروا راديو في شكل. درنا الراديو الاول كما كتشوفوا، ها هو الراديو الاول، الراديو الثاني، الثالث، دارت لي غيم. كل ساعه كيقولوا لها عاودي لي غيم، وحنا ما عندناش شر رميد، عندنا غير الضمان الاجتماعي وخصنا تنخلصو. حنا ما بقاتناش الفلوس باش نخلصو، ودابا ما بقيناش نلقاو حتى باش نشريو لها. كيقولوا لنا شري لها سميتو، شري لها الدواء، ما كنلقاو. مي كيجيها الحرق في الكبده ما كنلقاو باش نشريو لها الدواء، ما كنلقاو حتى شي. المهم اليد قصيره والعين بصيره، هذا هو هذا الشيء اللي عطاه الله، هو المرض ديال الله. وحنا ما حنا ما باغيين حتى شي حاجه، حنا واخا نعسوا الزنقه عندنا الغرض ان الام ديالنا تشافى وعندها جوج وليدات صغارين. انا الكبيره عندي 19 سنه وخوتي صغارين. لا انا ما بغيتش خوتي يعيشوا يتامى، انا بغيت خوتي يشوفوا الام ديالنا باريه ومشافيه باذن الله، الا بغى سيدي ربي بطبيعه الحال. انا كنطالب من المسؤولين واي واحد عنده الام ديالو عزيزه وكيسمعني، كنطالبوا فيه يوقف في هذه الحاله. حنا ثلاثه بينا ما عندنا حتى شي حد من غير ميمتنا، الا مشات لنا ميمتنا مشات لنا الحياه ديالنا حتى حنايا، حتى حنا غنضيعوا، ماشي غنضيعوا غير في الام ديالنا. الام ديالنا راها غير وحده من بزاف العيالات اللي مراضين، وحنا بغينا شي حل. حنا راه حنا كنطلعوا ونهبطوا كل نهار، كنبقاو طالعين نهبطوا المركب بلا حتى شي حاجه. الوراق ها هما الوراق، ها الدوسي ديالها كامل بالاسم ديال بوسعاده ناديه، ها هو الدوسي ديالها كما كتشوفوا. المهم حنا هادشي اللي كنطالبوا من شي مسؤول يوقف على هاد الحاله ويشخصنا الحاله ديال الام ديالنا ويقولنا شنو عندها وتشافى باذن الله، ماشي تطيح في الفراش. محد الام ديالنا كتقدر تمشي على رجليها وتجي على رجليها، بغينا الحاله ديالها تشافى. والام ديالنا دابا هو دارت الشيميو، طاح لها الشعر، طاح لها كل شيء، ودابا جات جلست. ما قالوا لنا سيروا بحالكم ديوها خليوها تجلس في دارها، ما حتى شي حاجه. كنتسناوهم يصونيو علينا دابا على الشيميو، مازال ما صونيو علينا ما حتى شي حاجه، كيقولوا لنا غنديروا الشيما ونصونيو عليكم، غنديروا الشيما ونصونيو عليكم، لا والو. المهم هما دابا حاليا حنا اللي عارفين انه عندها في القواط، دارت العمليه وعندها في الثدي ومشى لها الكبده. حنا كنطالبوا من مسؤولين ومجلاله الملك محمد السادس الا كان كيشوف هذا الفيديو ولا سمعني، انه وصلنا شي خبر ويفرحونا ويفرحوا خوتي حتى هما اللي صغارين يفرحوهم. الا حنا غنفرحوا الا شفنا الام ديالنا كتعالج وتكفلوا بها الاطباء، اما لو بقات الام ديالنا حنايا جالسه في الفراش راه ما غتزيد غير الحاله ديالنا حتى حنا تدهور.
راه خوتي ما بقاوش يعرفوا يقراو ولا كيقراو ولا حتى شي حاجه، مبرمزين وحاسين بواحد النقص، ان كيشوفوا الام ديالهم مريضه وما لاقياش الجهد، وراه الله كيشوف، ربي الحبيب فوق كل شيء، وهذا الشيء اللي كان طالب به.